ساحة التحرير من قبل مجهولين، حرق الخيام من ساحة التحرير من قبل مجهولين. ولا بالله العلي العظيم، هذه التحرير خيام اخونا ابو احمد التميمي، بس تم حرقها. هذا اخونا ابو احمد التميمي، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هاي بدوا الاستهداف واحد واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا اليوم سنتحدث عن مستجدات أو آخر مستجدات ثورة تشرين، كما تابعتم في بداية هذه الحلقة والمقطع الذي عرض قبل قليل عن عملية إحراق متعمد واستهداف متعمد للمتظاهرين خيام المعتصمين في ساحة التحرير تحت نصب الحرية تحديدا. كما استمعتم في المقطع، مجهولون ميليشيا مسلحة أضرمت النيران في خيام المعتصمين في ساحة التحرير تحت نصب الحرية في الساحة، بعد أن قامت بإشعال النيران طبعا في الخيام. المعتصمون قالوا أن هذه المحاولات لن تفنيهم عن المضي قدما في ثورتهم، ورغم طبعا هذه الاعتداءات المتكررة. في محافظة النجف أمهل المتظاهرون في المحافظة مجلس المحافظة 48 ساعة للاستقالة من مناصبهم، وأكدوا رفضهم كل أطراف العملية السياسية في البلاد. قال ناشطون أن المتظاهرين توعدوا بتصعيد التظاهرات والحراك الشعبي يوم الأحد المقبل إذا لم يستجب مجلس المحافظة لمطالبهم بالاستقالة، ولم تتحرك الحكومة في بغداد لتنفيذ ما وعدت به. في الناصرية تظاهر أيضا الآلاف في ساحة اعتصام محافظة ذي قار للتأكيد على تمسكهم بمطالبهم. قال متظاهرون إنهم خرجوا لإيصال رسالة رافضة لحكومة مصطفى الكاظمي، وأكدوا أنهم ماضون في تظاهراتهم لتحقيق المطالب والضغط من أجل إعفاء الإدارات الفاسدة. طبعا هنا مشاهدينا الكرام نطرح مجموعة من التساؤلات بهذا الخصوص. نبدأ بقضية حرق الخيام في ساحة التحرير. لماذا تستمر هذه المحاولات باستهداف المتظاهرين، استهداف المعتصمين، حرق الخيام، الاعتداء عليهم بين حين وآخر، وسط تواجد أمني كثيف في محيط الساحة ومحيط ساحات التظاهر بشكل عام؟ أين الحماية للمتظاهرين؟ أين الحماية للمعتصمين وهم في النهاية مدنيون عراقيون؟ لماذا لا تقوم الحكومة بواجبها بحماية أرواح المدنيين الذين يعتدى عليهم من قبل الميليشيات؟ وكيف تسمح باستمرار انتهاج هذه الميليشيات لسياسة القمع دون أن تتدخل لحمايتهم؟ كذلك نتساءل عن وعد مصطفى الكاظمي في بداية تصنمه للمنصب، عندما قال بأنه سيأمر بإيقاف العنف ضد المتظاهرين. لماذا نستمر بمشاهدة العنف الذي يستخدم من قبل هذه الميليشيات في قمع التظاهرات وفي استهداف أرواح المتظاهرين؟ طبعا أيضا نتساءل عن القانون، أين هذا القانون الذي يتشدقون به من في السلطة بأنه لديهم دولة القانون؟ أين هذا القانون في حماية أرواح المدنيين، في إيقاف هذه الميليشيات التي تستهدف أرواحهم، تستهدف ثورتهم؟ لماذا لا يتدخل هذا القانون في محاسبة ومعاقبة كل من اعتدى ويعتدي على الثوار؟ طبعا أيضا هناك نقطة مهمة، وهي الاستفادة من هذه الممارسات ضد الناشطين. من الذي يقف خلف هذه المحاولات المستمرة، ومن المستفيد من عملية إحراق الخيام وكذلك عملية استهداف المتظاهرين بشكل عام؟ عمليات خطف واعتقال واغتيال نفذت ضد ناشطين متظاهرين في ساحة التحرير وفي ساحات التظاهر الأخرى، وسط غياب تام للدور الحكومي في حماية هذه الأرواح، بل بالعكس أحيانا شاركت الحكومة بقمع الثوار والمتظاهرين في كثير من الأحيان في المحافظات الثائرة. من معنا الآن؟ السيد أبو أيوب من الأنبار، تفضل يا أبو أيوب. مساء الخير عليكم على قناة الرافدين. مساء النور، أهلا وسهلا. أريد أحكي عن موضوع التظاهرات، يعني اللي حدث للتظاهرات
من عمليات قتل وعمليات تغييب. نعم. هي نفس الحاله اللي صارت وسيطرت قوات غزه. يعني اذا سوى ربط بين 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 الحاله اللي قاعد تصير وهم نفس الاشخاص. نعم. نفس الاشخاص اللي يقومون عمليات القتل هم نفسهم. اللي بسيطره الرزازه واللي بالتظاهرات. نعم. لانه اذا نرجع لسيطره الرزازه نشوف مجاميع عسكريه متواجده بسيطره الرزازه. نعم. على اساس هي قوات عراقيه لحمايه المدنيين. نعم. والتي لجات اليها العوائل فرارا من بطش داعش باعتبارها ممرات امن للمدنيين. نعم. لكن ما حدث هو احتقان لكل من مر بهذه السيطره. نعم. ما حدث هو وليد جبناء، يعني الذي يعتقل مدني بريء ويغيبه لسنين دون اسباب او محاكمه هو جبان. فاذا نعم. هم اطفال وشجعان كما يدعون فليخبروننا اين اولادنا. نعم. لكن لن يقوموا بهذا العمل لانهم لا يملكون الشجاعه والجرأه للافصاح عن مكان المغيبين. سيد ابو ايوب، سيد ابو ايوب، برايك الوعد اللي اعطاه مصطفى الكاظمي بايقاف العنف المستخدم ضد المتظاهرين، ليش بعدنا بدنا نشوف هذا الاعتداء الاعتداءات وهذا العنف يستخدم ضد المتظاهرين؟ وين الوعد اللي اطلقه مصطفى الكاظمي؟ انا اقول لك السبب ليش، انا اقول لك لان هم نفسهم هاي الميليشيات هي تتحكم بالبلد كليته. نعم. فما اكو قوه تقدر عليهم، يعني القوه قوه الحكومه غير قادره انه تسيطر على ذول. نعم. فنفس الحالة قلت لك، يعني نفس الحالة اللي صارت بسيطرة الرزازة. نعم. نعم. أنا أشكرك يا سيد أبو أيوب من الأنبار، شكرا جزيلا لك للمشاركة. معنا السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل يا أبو فيصل. زين فضلك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. كيف حالك سيد محمد؟ أهلا وسهلا يا أبو فيصل، كل الهلا. الله يحفظك، تحية لك وتحية للقناة، تحية للكادر والقناة، تحية لثورة تشرين البطلة، تحية للشعب العراقي. الله يسلمك. والله استاذ محمد بالنسبة لهذا النظام لا يمكن أو المتظاهرين مطلب محافظ أو محافظة أو محافظة، لازم إسقاط النظام ولها مصطفى الكاظمي هذا. نعم. لأنه استاذ محمد هذا هو تابع للميليشيات، وهذا ما هو إلا ديكور خصوصا أعماله في المناطق الغربية، وهذا يحاول يتهم الثورة التشريعية وهو سوف يسقط مهما كان، لكن نعم. هو يحاول أنه على المناطق الغربية كما تكلم وزير ما يسمى وزير الدفاع وهو يتوعد أهل المناطق الغربية، وأهل المناطق الغربية هم تاج على رأس كل عربي. نعم. لكن هذا النظام هو نظام إرهابي، لابد من إسقاط النظام. أي والله لن يحاكم أحد هذا الرجل ضعيف، حكومة ناقصة، لن يحاكم ولا واحد، ولن يقدم قتلة المتظاهرين، وسوف هو استمرار من أجل التستر على القتلة والسراق. وتحية لك. شكرا جزيلا لك سيد أبو فيصل من السعودية. في رسالة لدينا من السيد أبو حاتم من الموصل يقول: تحية طيبة لك أستاذ محمد وللجميع. يقول الأجداد يقولون المهرب خيلها والأرض بأبطالها، أرض العراق تطالب بنشامة أبطال العراق، رجال الرمثة والرانجية والفرات والرارنجية والفرات الأوسط والجنوب والشمال لنهضة واحدة والانقضاض على الاحتلال وأعوان جرذان الخضراء عاجلا غير آجل. شكرا جزيلا لك يا سيد أبو حاتم. من معنا الآن؟ السيد أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. هو هذا يعني الحديث متصل وحلقاته متصلة. نعم. يعني دولة كل ما يسوي لهم كارثة بحجة أنه حتى الموازنة ما يقروها. إي. ها؟ لأنه موازنة 2020 المفروض تقر أقصاها في 30/10/2019. نعم. وإحنا نحدد المطارية على كل 31 مورد مالي يدور على الخزينة العراقية، 30 مورد يأخذوا لهم بس مورد النفط يقيسون على الموازنة، وهذا كفر. نعم. ذولا حكومة السيوقراط يدعون الحكومة الدينية. نعم. ثانيا لما علموا أنه الشغلة صارت صدق مال الانتخابات المبكرة. نعم. راحوا على المفوضية المستقلة للانتخابات. وغيروا جميع أعضاءها وسووهم من 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 المنتمين للأحزاب. نعم. حتى يقولوا أنه راح يصير انتخابات نزيهة. نعم. ثالثا كل ما صار عندهم أزمة مالية يروحون على راتب الموظفين. نعم. زين عندكم 96 مليار دولار بالبنك المركزي العراقي رصيد و93 طن ذهب. من هي المنظمين؟ طيب العام وصل مرات البرميل وصل حتى ب 87 دولار للبرميل باليوم. نعم. ها؟ زين يطلع عادل عبد المهدي وهو خبير اقتصادي دكتوراه اقتصاد يقول احنا راح نحسب البرميل على 56 دولار، على اي اساس؟ بعدين قال ها
على 54 بعدين على احنا حتى لا نتوسع لا نتوسع ابو زينب حتى لا نتوسع بالموضوع اليوم انا اخص بالكلام عن الاعتداءات اللي تصير على المتظاهرين. يعني نعم انا فاهم بدها تريد تربط لكن المسافه صارت بعيده، حاول تختصر اذا سمحت. لا لا هي هاي المسافه للوعيط مع هسه انذرهم بثوره عارمه من المتقاعدين والموظفين اذا قطعوا رواتبهم. نعم هم يعتدون عليهم يطلع لهم حوالي 12 مليون ما بين الموظف وما بين المتقاعد. نعم هم يردون شنو؟ يردون ان يخلطون الاوراق باستخدام العنف المفرط وينتقدون ترامب لانه استخدم العنف ضد مال السود او غيرهم طلعوا بامريكا. نعم طيب ما وهل يمكن مقارنة العنف المستخدم بأمريكا بالعنف اللي تستخدم الميليشيات والحكومة بالعراق؟ هل يمكن أصلاً أن يقارن؟ هو شوف الأجهزة القمعية مهما تعددت أشكالها وصوهي أجهزة قمعية نفس الشكل. سألوا مرة نيكي تخوشوف قالوا أنا ما رأيك بالشرطة، قالوا لي هل قمعي؟ قالوا له مو أنت الآن هم عندك جهاز شرطة؟ قال هم جهاز قمعي. هذول جايين مو من هذه مصلحة الشعب، جايين من أجل مصلحتنا نفسهم. نعم. وعلى الشعب أن يوعي وكافي يسموها سلمية سلمية، سووا كفاح مسلح والسلام عليكم. أبو زينب بس أكو نقطة أريد أتناقش وياك بيها وأنت من النجف، السيد أبو زينب موجود؟ فقدنا الاتصال. كنت أود أن أتحدث مع السيد أبو زينب عن موضوع إمهال المحافظة، مجلس المحافظة 48 ساعة للاستقالة. هناك طبعا الآراء ترد وطبعا هي تختلف من شخص لآخر، لكن القضية كما يقول البعض أنها قضية يجب أن تكون عام، يعني مجلس المحافظة حيطير إذا طارت الحكومة، يعني شيء أكيد، يعني الأهم ثم المهم. فهناك من يرى هذه وجهة النظر، طبعا كنت أود أن نتناقش مع السيد أبو زينب بهذا الموضوع. عموما شكرا جزيلا. في رسالة لدينا، السيدة أم أنس تقول: السلام عليكم أخي، أنا طالب بالعفو العام، والله ملينا، حسبي الله ونعم الوكيل على الحكومة. أنا أخويا صار له 13 سنة في سجن الناصرية، والله ملينا. أنا أطالب بأخويا، يعني صار 13 سنة كافية، حكومة ظالمة، اللهم فرج على جميع السجناء. رسالة تقول: العفو العام مطلبنا. في رسالة أخرى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رسالة خاصة لحضراتكم وتحياتي للقناة، وناشدكم باسم الحي القيوم وبهذا الشهر العظيم أن يطلقوا السجناء المظلومين نداء لحكومة الخضراء: كافي بعد الظلم. ثانيا، نحن شريحة من الموظفين والمتقاعدين، نطالب نتناشدون المصارف والجمعيات الأهلية بإيقاف الاستقطاعات منا، والله الفوائد كسرة ظهورنا يا أستاذ. وتحياتي لك السيد محمد الشمري. شكرا جزيلا يا محمد، نتمنى صوتك طبعا يوصل. إذن مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث بموضوعنا اليوم، هي عملية حرق متعمد لخيم المعتصمين في ساحة التحرير، حرق على بعد أمتار قليلة من القوات الحكومية التي تشاهد ولا تتحرك، بل ربما هي التي سهلت مرور هذه الميليشيات أو الجهات المجهولة لعملية استهداف المتظاهرين. كم من محاولة استهداف وكم من اعتداء جرى على المتظاهرين والمعتصمين في كافة ساحات التظاهر في المحافظات العراقية ولم تتدخل القوات الحكومية، وأحيانا كثيرة شاركت هي بعملية قمعهم كما حدث في الناصرية وكما حدث في البصرة وغيرها من المحافظات، كربلاء والنجف شهدت عمليات قمع، وطبعا بغداد هي على رأس القائمة في عملية الاستهداف التي تتعرض لها من القوات الحكومية. أيضا الموضوع عن قضية وسائل الرد التي يملكها المتظاهرون، ما هي الطرق التي سيقوم المتظاهرون بالرد على هذه الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها هذه الميليشيات والتي تقوم بها كذلك القوات الحكومية؟ هل الموضوع سيكون مؤجل إلى يوم 30/6 بمليونية الخلاص التي أعلنت عنها اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، أم سيكون الموضوع هناك ردود خلال هذه الفترة للاعتداءات التي تتم على المتظاهرين والمعتصمين؟ طيب موضوع المهل التي تعطى، كما قلنا مشاهدينا الكرام، هناك من يرى أن هذه المهل ليست في محلها، يجب أن يكون الموضوع أعم. الموضوع هو رحيل هذا النظام، إسقاط هذا النظام وحل البرلمان، هو المطلب الرئيس لثورة تشرين،
وبناء على هذه الخطوات سيتم بالتالي إقالة مجلس المحافظة، أي محافظة فيها مجلس فاسد، وطبعا بشكل عام ربما هناك الغالبية في العراق بالمحافظات العراقية تعاني من فساد المحافظين ومجالس المحافظات. سيكون طبعا هذه خطوة ستقيل هؤلاء بشكل أو بآخر. لدينا أيضا طبعا موضوع التظاهرة في ساحة اعتصام ذي قار للتأكيد على التمسك بالمطالب، والمتظاهرون يرفضون حكومة مصطفى الكاظمي. ساحة اعتصام ذي قار مدينة الناصرية شهدت اعتداءات كثيرة جدا وقتلت المتظاهرين فيها وعلى رأسهم جميل الشمري، لا يزال حر طليق رغم الأمر باعتقاله، لكن هذا لم ينفذ وظهر في صورة لوزارة الخارجية وهو حقيقة جالس بجانب وزير الخارجية بعد ارتكابه مجزرة الناصرية ولم يحاسب. ما هي الوسائل التي يملكها مصطفى الكاظمي في ملاحقة ومحاسبة قتلة المتظاهرين، ومتى سينفذ هذا الوعد الذي أطلق من قبل مصطفى الكاظمي؟ طبعا معهد كارنجي للسلام حذر من أن العراق يواجه خطر انعدام الأمن الغذائي. طبعا الموضوع مرتبط بقضايا كثيرة وملفات شائكة كثيرة يعاني منها العراق، من ضمنها طبعا موضوع الأمن الغذائي. وقبل قليل تحدث السيد أبو زينب عن الوضع الاقتصادي واعتماد العراق على النفط فقط كمصدر للدخل. طبعا هذه الأزمات كلها تراكمت جعلت ثورة تشرين تنطلق. المشكلة بقضية الأمن الغذائي أن العراق غير جاهز غير مؤهل لكي يكون موفر لي أو الحكومة موفرة لكل المواطنين ما يحتاجونه في ظل حظر التجوال المفروض وفي ظل هذه التضييقات التي تفرض على المواطنين. من معنا الآن؟ السيدة أم أحمد من بغداد، تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك أستاذ محمد وأحيي قناة الرافدين الوطنية الأصيلة. أهلا وسهلا. نعم، حول التساؤلات اللي طرحتوها نعم بالبرنامج من البداية، إنه أين الوعود اللي أطلقها الكاظمي بداية تسلمه؟ لا إحنا نذكره بالأمس قطع وعد الأهالي الشهداء اللي قابلهم أنهم ما يبعدوا من الشهداء سدن، وراح نحاسب ونبحث وهو نجد القتلة. ما هو بالأمس هكذا صرح، مو بعد أنه من السلم أو قبل ما يستلم هو بدأ على دماء الشهداء اللي سقطوا بالبصرة. فحالة حال اللي سابقين المصطفى الكاظمي أيضا يكون وعود وهم يعرفون من قتلة المتظاهرين. فالموضوع اللي ليش لعد ما يحاسبهم إذا هو يعرف؟ وأكيد يعرف، ما هو واحد منهم أستاذ محمد. أكو أحد البارحة أخر طرحة أنه يطالبوها العراقيين من الحكومة أنه تطلق أبناهم، ما هي اللي سوت هيك بيهم؟ ومستعد العراق كله تسوي سجون وتعتقل العراقيين. فموضوع حصر السلاح بيد الدولة، هو السلاح بيد الدولة أستاذ محمد، مهما هاي العصابات والميليشيات والفصائل هي اللي تخدم الدولة، هي الدولة من اللي يحكمها؟ مهما دولة العصابة الحاكمة؟ فهو السلاح بيدهم، يستغربون من الآخرين عندما يقول لهم احصر السلاح بيد الدولة. لا، الموضوع عن الحديث من الناحية النظرية يا أم أحمد، الموضوع الحديث من الناحية النظرية أنه الميليشيات هي قوات خارج، من المفترض طبعا دا نقول من الناحية النظرية هاي قوات خارج سيطرة الدولة، وهي بالفعل خارج سيطرة الدولة، يجب أن يتم حصر السلاح. كل الحكومات اطت هذا الوعد، ولا تزال هاي الميليشيات تتمتع بقوة تضاهي القوة العسكرية اللي تملكها الحكومة. لكن عمليا والتطبيق هي اللي تحرك الدولة. يعني الدولة قابلة بيها وهي اللي مأيدتها وهي هاي، نعرف انه ايران وامريكا سمحت لها. لكن موضوع ثورتنا، ثورة تشرين اللي انطلقت ضد الاحزاب ونريد نجرى انتخابات جديدة نزيهة ترجع العراق حقه، وين هسه؟ هسه يلا بزمن الكاظمي راح ياخذون الاجراء، وين شو بدنا نسمع عن المفوضية؟ كلها مستغلة، ليست مستقلة. وكلهم سابقين، كلهم فاسدين، حتى اكو بيهم يعني مو خريجين، يعني حتى ما عندهم لا كفاءه مهنيه ولا ابسط الامور. هاي اللي راح يحسموها راح يعطونا اياها الشيء، وهو ما يعني كانه شيء لم يكن راح يخلي الامور اكثر تعقيد.
وين الامان وين النزاهه زي احنا نريد نحل البرلمان. نعم. على هذه الامور كلها تخدير اعصاب للعراقيين اللي بعدهم ما يعرفون اللي جاي يجري، لكن ما اعتقد انه بقى عراقي ما يعرف. طيب انا اشكرك يا سيده ام احمد. نعم شكرا جزيلا وضحت الفكره. ابو صدام من الموصل تفضل. يرحم والدك على مود هالمعتقد الى الاطفال هذول، شنو ضربوا 2003 2000 هذول حتى سلاح ما يعرفون يضربون، هذول دخلوهم بهالاراده هذه مال اربع ارهاب والله ظلم. الحكم 15 الحكم 10 ظلم الظلم والله. انت عندك معتقلين؟ ايوه عندي ابني معتقل. من شو وقت اعتقلوه؟ من شو وقت اعتقلوه؟ وقت طلع من المواصل. اي بيا سنه؟ ها 17 2017 اللي اعتقلته قوات حكوميه لو منو؟ والله من السيطره راح طلعوا حدو وراحوا حدو اخذوه من السيطره، قالوا هويتك سلفانه بس نستر منها وراح. يعني السيطره اللي السيطره الموجود بها منو يا ابو صدام؟ السفينه الحشد حشد جبور. نعم نعم. ولحد هاي اللحظة مدى تعرفون وين؟ لو تعرفون وين؟ أنا عارفه في تل كيف. طيب بدك تلتقون بيه؟ تقدرون تشوفوه؟ والله من صارت الأحداث هاي كورونا ما قاعد نلتقي بيه، ولا كنا نشوفه. نعم، شنو وضعه؟ أيوة. هل وكلتوا له محامي؟ هل صارت اكو قضية ومحاكمة؟ لو الموضوع شلون صار؟ والله رحنا على المحكمة من الشتل والتعذيب واجهناه، قال يا أبو من الشتل والتعذيب عذبونا تعذيب وهذا وبعتلونا الله. واعتراف على تهم هو ما مرتكبها. مو كلبي ولا يعني اصلا هو ما يندلها. وسلاح وبي كي سي هذا الطفل 2003 وين البي كي سي؟ مواليد 2003؟ ايه نعم. وين البي كي سي سلاحه؟ مراقبين عليه من الشتل والتعذيب. نعم نعم. الله يكون بعونكم يا ابو صدام وشكرا جزيلا للمشاركه ونتمنى صوتك يوصل. في رساله لدينا طيب هناك من يحاول الاتصال مشاهدينا الكرام ونقول بأن هذه الخدمة خدمة الواتساب غير متاحة للاتصال، هي خدمة للرسائل النصية. من يستطيع الاتصال معنا الأرقام ظاهرة أسفل الشاشة، ومن ليست لديه القدرة على الاتصال فليرسل لنا رسالة مكتوبة وسنقرأها إن شاء الله. رسالة تقول السلام عليكم من السيدة إيمان من بغداد، تقول أني أخويا معتقل بسجن الناصرية، نطالب من مصطفى الكاظمي بالإفراج عن المعتقلين لأن ما نعرف شلونه ولا هو يعرف عنه شيء. وشكرا. شكرا لك يا إيمان، نتمنى هذه الرسالة توصل. رسالة تقول موضوع إحراق الخيام، السلام عليكم أخي محمد، هذول جماعة مقتدى الصدر هم اللي يقومون بإحراق الخيام على خلفية أحداث الناصرية. طيب شكرا جزيلا لك. من معنا الآن؟ السيدة أم فارس من سامراء تفضلي. السلام عليك أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي محمد أنا عندي ابن 2017 اعتقلية. نعم. وصار لي 3 سنين ونص ما شايفته، وهسه ما يفتحون الحظر عيمود نروح نشوف مواجهه ونشوف شيء. شنو ذنبنا احنا؟ ابننا ما ندري عنه اي شيء. نعم نعم. يعني نطلب من مصطفى كاظم يسوي لنا حل، يطلع سجناء ينقع ابعام، يعني يخلينا نروح نواجه نشوف شلون. نعم نعم يا ام فارس. اي تفضلي تفضلي. ما يعني بس اريد يعني يسعونا نادفه يسوون لنا مواجهه عليه، يخلونا نروح نشوف يعني. ابننا ما شفت اواني محترق قلبي يا اخي محمد، محترق قلبي يعني ما يشوفون اولادهم غاليين عليهم. انا محترق قلبي على ابني، يعني اطفاله دايحه واني محترق قلبي ما جانا العيد وفرحونا. شلون هيك يا اخي محمد؟ خلي مصطفى كاظم تناشدونا اياه، يطلعونا اياهم، يخلونا نواجههم. طيب انا اشكرك يا ام فارس من سامراء. طبعا مشاهدينا الكرام نذكر موضوع الحلقه اليوم عن عمليه الاعتداء المستمره على المتظاهرين والمعتصمين، واليوم تحديدا
على موضوع حرق الخيام اللي صار بساحة التحرير. نتفهم طبعا ونقدر موضوع المعتقلين وأهالي المعتقلين اللي ديخابرون، لكن نرجع ونقول هناك الأهم وهناك المهم. بقدر الألم اللي ديعاني منه أهل المعتقلين، أهالي المعتقلين الموجودين، الأبرياء الموجودين بالسجون والمعتقلات السرية والعلنية للحكومة، لكن ثورة تشرين هدفها عام وشامل يشمل كل القضايا الموجودة بالعراق، لا تحتاج إلى تعريف مني أو توصيف، هو الموضوع بس تذكير. ثورة تشرين تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى مساندة لحل كثير من الملفات العالقة. ملف المعتقلين ملف من الملفات الكثيرة اللي يعاني منها العراق والعراقيين، قضية الكهرباء، قضية الماء والخدمات، قضية التعيينات والوظائف، قضية الاقتصاد والأمن، كل هذه القضايا تدخل ضمن المطالب الرئيسية لثورة تشرين، وهي مطلب عام وواحد بإسقاط هذا النظام وإزاحة هذه الأحزاب الفاسدة حتى نقدر نأتي بحكم وطني يساعد على الإفراج عن المظلومين والمعتقلين، عرضهم أمام محاكم وطنية نزيهة تناقش قضاياهم وتفرج عن من تم حبسه بلا وجه حق. يعني هذا الموضوع هو الأشمل. نكرر اليوم الموضوع هو عن الاعتداءات اللي تصير. نتساءل ليش تستمر هاي الاعتداءات على المتظاهرين، على المعتصمين؟ أين دور الحكومة بتأمين الحماية لهم؟ ليش الوعود اللي أطلقها مصطفى الكاظمي بحمايتهم، بحماية المتظاهرين أو إيقاف العنف ضدهم وموضوع محاسبة قتلة المتظاهرين لم تنفذ حتى هاي اللحظة؟ كثير من التساؤلات التي تطرح الآن عن المستفيدين، عن الميليشيات اللي دا تستخدم السلاح ومدى يسحب منها هذا السلاح ولا دا تعاقب، يعني يطلعون على الشاشة يعترفون أنهم قاموا بجرة إذن وقاموا بقتل وقاموا بكذا، ولا يوجد من يقوم بإلقاء القبض عليهم لأن الاعتراف سيد الأدلة وفق القانون، ومع هذا لم نرى أي شخصية من الحكومة من حكومات ما بعد الاحتلال عاقبت هذه الميليشيات على انتهاكاتها. السيد أبو زكريا من كركوك تفضل. الله يحفظك يحفظ قناتك. الله يسلمك محمد. نعم تفضل. الله يحفظ المتظاهرين وترحم على شهداء المتظاهرين وجرح المتظاهرين، شفاء العاجل ان شاء الله عليهم. كل حكومات من 2003 لحد اليوم ما اعترفوا بالمتظاهرين ولا اعترفوا بالشعب العراقي، لانه من 2003 350 عالم وطيار ودوم الإيران ذبحوهم يا أستاذ محمد. يعني هسه 12 ألف مغيث من رزازة ومن عراق من أهل السنة، كل هذا كاظمي ما أتربي، لأنه كاظمي أمس الربعة أهم جابوه على المحاصصة وعلى القتل وعلى الذبح. هذا كاظمي لا يعترف بالمتظاهرين ولا يعترف بقتل المتظاهرين ولا يعترف كل حقوق العراق. هذا رجل إيراني صرف والله العظيم مثل ما أجوا ربعة عبد المهدي ومالك وغير مالكي نفس الطاسة والحمام. ابني هاني عمري 84 سنة ورجل عسكري عرب العراق، شوفوا ماكو هذول ما يحبون العراقيين نهائيا، لانه ولاهم على ولايه الفقيد الخميني. هذول ما يحبون العراق ولا لهم طلب العراقيين، لانه هذول الناس كانوا دايحين على الربحه وياخذون رواتب، كل واحد مليون ونص، على عوائلهم ياخذون مليون ونص. هذول جابهم على الفقراء العراق، هذول جابهم على العراقيين، هذول جابهم على المساكين العراق، هذول جابهم على المتظاهرين العراق. والله العظيم انا بنيتي بقلبي بعقلي ان شاء الله ولدي هذول الشباب بالشوارع ان شاء الله ياخذون حقوقنا. وكل ماكو كورونا على موت المتظاهرين لا يطلعون. نعلة الله عليه حكومنا. انا اشكرك يا ابو زكريا، شكرا جزيلا لك للمشاركه. طبعا السيد أبو زكريا وجهة نظر، لكن موضوع فيروس كورونا لا موجود بالعراق ويفتك بكثير من العراقيين، ولولا أن عمليات الفحص اللي تتم بالعراق بأعداد قليلة لكشفت فظائع عن الأعداد الحقيقية اللي موجودة لفيروس كورونا.
لكن الفحوصات اللي تتم أعدادها ليست كبيرة، وبالتالي الأرقام اللي تصدر يعني اليوم ألف، الأرقام اللي تصدر أرقام لا تزال متوسطة إلى حد ما. لو تم إجراء فحوصات بشكل أكبر لكشفت الكثير من الأرقام والحقائق حول موضوع فيروس كورونا. الأسباب حتى لا نطول بالموضوع، وهو أيضا يدخل في إطار عملية فتك بالمواطنين من قبل السلطة وعدم اكتراث بأرواح الناس، هو ترك الحدود مفتوحة مع إيران في فترة الذروة في وباء كورونا، خاصة عندما كانت إيران واحدة من ثلاث بؤر، الصين وإيران وإيطاليا، ببدايات ظهور فيروس كورونا وتفشي، وتركت الحدود مفتوحة مع إيران بسبب ترك الحكومة وبسبب فقدان السيطرة على بعض النقاط الحدودية بسبب الميليشيات. طيب، نذهب إلى فاصل قصير الآن مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود لنكمل الحديث بهذا الموضوع عن الاستمرارية بالاعتداء والانتهاكات على المتظاهرين. فاصل ونعود. هاي هاي سلمية النسوان، طلع النسوان، هاي هاي خيمة سلمية حقها الاطفال، كل واحد يخبر حيطفى. موجودات، الله أكبر عليكم، الله أكبر. المواكب محترقة، كل الأشياء اللي خاصة بالتظاهرات السلمية محترقة. حملوا المسؤولية قائد عمليات وقائد شرطة والمحافظ أن يطلعون الكاميرات الموجودة، أريد نشوف إنه جاي يخرب كربلة. احنا سلميين جاي يجرون الاشياء، ما نريدها بكربلاء وما نريدها بالعراق. تظاهرتنا سلميه وعندنا مطالب متفق عليها هي قالت الحكومه. هاي رساله للامم المتحده، لكل المنظمات الدوليه، عمي والله العظيم جاي يصير عبادات جماعيه. وينكم شيوخ العشائر المرجعيه؟ هاي قيامنا حق واحد سلميين هنا قاعدين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. هذه المقاطع كانت من محافظة ذي قار. هؤلاء الشباب خرجوا لإيصال رسالة أنهم رافضون لحكومة مصطفى الكاظمي ولكل هذه الأحزاب الفاسدة في العملية السياسية في العراق، ويريدون إسقاط هذا النظام. هذا كان الشعار المرفوع. معنا الآن السيد سلام من بغداد، تفضل يا سلام. سلام، ألو، السلام عليكم أستاذ علي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحييكم ويحيي المتظاهرين، وإن شاء الله منصورين ودعوانا لهم بالنصر إن شاء الله. نعم. وأنا يعني أطلب من المتظاهرين توحيد المطالب. يعني نعم. الأفضل إنه إحنا كمتظاهرين نوحد المطالب بمطلب واحد. اسقاط النظام، ما نبقى يعني بغير سياحه، بغير سياحه نطلب طلبات غير شيء، وهنا مطلب واحد اسقاط النظام، لانه النظام هذا اساس الفساد يا اخي. يعني يا سلام، حتى الان حتى نكون منصفين، حتى الان اغلب التظاهرات اللي طلعت، يعني اكثر من 95% من الشعارات اللي رفعت في غالب الاحيان هي اسقاط النظام. نعم، هناك بعض التجمعات التي خرجت في حين واخر في بعض المحافظات رفعت موضوع مثلا ركزت على قضية محاسبة قتلة المتظاهرين، نعم هو مطلب أساسي، لكن إسقاط النظام كما تفضلت هو المطلب العام. تفضل. صحيح، بس يا أخي أستاذ محمد لا يمكن أن يطلعون قتلة المتظاهرين هؤلاء، لأن هم قتلت المتظاهرين. نعم. فكيف أطلب من رجل هو قاتلني أن يطلع قتلتي؟ نعم. لا يمكن هذا الشيء، فأنا مطالب
انه هذه حرق خيام وهاي بعد وبعد راح يسوون اكثر. هاي جماعه مقتدى وجماعه قيس وكل هؤلاء المجرمين. نعم. يعني يشنون كذلك لا ياكدون هسه في الوقت الحاضر على الطائفيه. نعم. لا ياكدون في الوقت الحاضر على الطائفيه في المناطق. انت ليش تتظاهر؟ انت تريد تراجع الحكم؟ هل صيغه يحكونها؟ تراجع الحكم للسنه انت ما ادري شنو؟ يعني مع الاحترام لوحدة العرب. نعم. فأنا عتبي كل العتب على أخواني من الشيعة ومن السنة من الطائفين اللي يفكر لحد هاي اللحظة ويفكر بهالتفكير هذا ويفكر إنه أنا طائفي. يعني يا سيد سلام، يا سيد سلام، لو جاء عراقي بغض النظر من عرفه، احنا نقول عراقي وطني اجى حكم العراق، من عرفه من يا طائفه من يا ديانه من يا قوميه وحكم بالعدل والانصاف بهذا البلد، هلك واحد حيعترض ان هو سني لو شيعي لو مسيحي لو كردي لو كذا؟ اذا كانك حاكم بغض النظر. نعم. فقط اللي يحترم هؤلاء الطائفيين. نعم. هؤلاء المرتزقه اللي جو من الخارج. يا اخي سؤال محمد هيك يعني للتاريخ اريد اذكر هذا الموضوع. اي تفضل. مره قصدك في عام 2012 13 تظاهرات اخواننا بالغربيه. نعم. اللي انطلقت اللي جاب داعش ودخل داعش وهم هؤلاء الاحزاب الفاسده هم دخلتهم عليهم حتى يدبرون في ذلك الوقت اجدوا الطائفيه ودخلوا داعش. نعم. يقتل عام شام بشيء على انت شيعي يقتل دخلوا فقط عن المظاهرات السنيه انتهت وفشلت في ذلك وحتى هاي اللحظه اللي تسبب بدخول داعش وتدمير العراق وتدمير هاي المحافظات المنكوبه الان وتشريد عراقيين وقتل المتطوعين الشباب اللي راحوا للحشد مغرر بيهم وغيرها ذولا كلهم اللي مسؤولين عنها لا يزالون بالحكم. يعني نور المالك على رأس القائمة بعد طليق حر طليق ومتى يحاسبوه لا أحد صحيح. يعلم صحيح. هي هاي المصيبة يا أستاذ محمد. الآن جاي يكررونها من جديد. حركوا داعش في بعض المناطق بديالة وبغير بديالة جاي يحركونها من جديد. نعم. أنا أشكرك يا سيد سلام. شكرا جزيلا للمشاركة معنا السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أستاذ محمد وإلى قناة الرافدين ومشاهدين قناة الرافدين. حياك الله. حياك الله أستاذ. أستاذ محمد إحنا بنشوف يعني هاي كل فترة في بغداد والمحافظات اللي قاعدة اعتقال المظاهرين والحرق الخيم اللي قاعد تصير أمام عيون قوات الأمنية من الشرطة الاتحادية ومن وزارات الداخلية كافة مجاميعها اللي حامية دائما دار الساحة بالدخول وبالخروج التفتيش. فهذه الميليشيات في بغداد المحافظات يعني احنا نشوف السيارات مالتهم الصوت الجور في عدة مناطق في البصرة في الناصرية في الكلة. اللي تجاوزهم اللي قبل يومين تجاوزوا قوات العصائب بأمرة القيس الخزعلي كيف تجاوزت على المظاهرين في لحجتهم لبيوتهم. نعم. في منطقه في بازل. نعم. وكيف ضربتهم وطعنتهم بالسكاكين يعني وصلت الوقاحه بهم انه تدخلوا من البيوت وامام. نعم. هذه القوات الموجوده في حظر التجوال اللي امام القوات الامنيه يعني لا يوجد عندنا استاذ محمد اي قوات امنيه ولا وزاره داخليه تحاسب هذه الميليشيات إذا كانت وفي المحافظات خاصة في ساحات التظاهر. نعم. هذه القوات الأمنية تبدأ أنه مشاركة ويعني مثل مطية ضوء الأخضر لهذه الأحزاب وأحزاب السلطة إذا كان الفيلق بدر وإذا كان أعصاب أهل الحاق وإذا. نعم. كانت سيارة الصدي من هذه الميليشيات التي هم يسموهم من 2003 لحد الآن. نعم. وزارة الداخلية ما لها أي دور والشرطة الموجودة في بغداد المتواجدين في ساحات التظاهر ما لهم اي دور امام هذه قوات الاحزاب. الاحزاب هي فرض قوتهم عليهم. للاسف انه هاي الحكومه حكومه احزاب وليس حكومه ما تسمى. نعم. وزاره الداخليه يحاسب هذه الميليشيات. لو كانت وزاره صحيحه لما كانت هذه الاعتقالات وحرق الخيم امامهم وخروجهم في الساحه ودخولهم فيها الساحه بدون اي محاسبه. نعم. او اي راجع من عندهم.
والمظاهرين احنا كنا نعرف ان الناس مسالمين وما عندهم سوى يحملون العلم العراقي وقاعدين وخيامهم ومعتصمين، لا نقدر نقول متعرضين قطع الشارع ولا هذه الامور على مود يتعرضون لهم. الان المشاكل لو كانت اكو وزاره داخليه واكو ومحاسبين ضباط قاده مسؤولين في هذا الوقت اللي قاعد يصير عندنا لكانت الرحمه عليهم. فالناس هذول نعرفه احنا لا رحمه ولا ديانة عندهم لا حب للوطن، هذول مجاميع انه استاذ محمد بجدن عليهم انهاروا، فان شاء الله وقتهم ان شاء الله منتهيه مهما كانوا يسوون. شكرا. نعم شكرا لك يا سيد ابو عمر من بغداد، وضحت الفكره، انا اشكرك. السيده ام محمد من الموصل، تفضلي يا ام محمد. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك استاذ محمد؟ الحمد لله بخير الله يسلمك، تفضلي. الله يرضى عليك، انا عندي ولد معتقلين من الموصل. نعم. ابني ابن الناصريه انحكم 15 من وراء التعذيب ومخبر السري. نعم. وهذول اثنين ما اعرفهم، اثنين ما اعرفهم، ميتين طيبين، صار لي من 2017 ادور لهم ما اعرفهم فوق القعوه اللي جوا القعوه، حتى ابوهم مريض بربو، الله شاهد. الله يكون بعونكم. الله يرضى عليك، عاد اريد ان نطلب من عندكم وان السيد الكاظمي يشوف لنا السجناء، يشوف لنا ذول الاحداث مال التلكيس. يعني اريد يفكونا مواجهه على الفيصليه، الله يوفقك. ان شاء الله يوصل صوتك يا محمد. انا اشكرك للتواصل معنا. السيده ام عبد الله من بغداد اخر المتصلين، ثم بعد ذلك نقرا الرسائل. السيده ام عبد الله تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السيده قناتكم الشريفه العراقي شريف. اهلا وسهلا. استاذ طرح السؤال كان كل جميل، وهو انه اذا جاء شريف زين يقود التظاهرات اللي موجوده ككل كعراقيين، وإذا كان سني ترى احنا ما حد يقبل عليه. لا يقود الحكومة يا أم عبد الله، كنت أقصد السلطة، يدير البلد. أكيد هو قاعد، احنا شنو نقصد؟ أن حتى التظاهرات، ترى التظاهرات العراقية مع احترامي للمتظاهرين ترى هي فاشلة، لأنه كل المناصب الأمنية اللي موجودة في العراق بيد الشيعة المتنفذين الغير الشرطاء. ولهذا انه الكاظمي ترى ما يسوي اي عمليه تغيير، لانه هو جاء من قبل هاي الزمره، وخاصه عندما بارك عمار الحكيم وسلم يعني انه يستلم قياده العراق. فانا اعتب على الساعدي، الساعدي هو يقال انه شريف نزل الى الارض الى ارض التظاهرات، وانه بعد الجماهير وين، لانه قاعد بالكرسي نفس العراقيين، نسى التظاهرات، نسى الدماء اللي تسفك، نسى المعتقلين اللي قاعدين. سيدة أم عبد الله، حتى نختصر موضوع بس ويا حضرتك ونكون نرد بكلام المتظاهرين، الناس اللي طلعوا بالتظاهرات قالوا احنا ما نريد احد يقودنا، احنا قيادات نفسنا، احنا مرجعية نفسنا، احنا الثورة. وعدهم اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين تصدر البيانات اللي هي تعتمد على كل التظاهرات الموجودة، حتى لا يكون الموضوع انه فلان الفلاني اذا اجى حيقودها بالشكل الصحيح. الساعدي عنده صور طالع واقف ويا شو اسمه قيس الخزعلي وويا ابو مهدي المهندس، وهم ذولا زعماء الميليشيات بالعراق، بغض النظر شريف ولا مو شريف. احنا دا نقول انه الناس اللي بالشارع يقولون ما نريد احد يمثلنا، لانه حتى لا يجي يركب الثوره ويحرفها عن مسارها. كل العراقيين هم يمثلون ثوره تشرين. اقول لك استاذ مع الاعتذار، انه ترى التظاهرات اذا ما يصير فيها قياده قويه ترى اعتقد انه تفشل. ليش؟ لانه عندنا حشد كلش بكميات كبيره وقوات امنيه والشرطه، ترى كلهم اصبح المعتقلين والمتظاهرين مصدر رزق لهؤلاء الطومة الفاسدة. وأعتقد أنه القوة اللي قامت بها الحكومة ضد المتظاهرين لا تحل المشكلة في العراق إلا بالقوة. نعم. وهذا النتيجة الصحيحة، وتحياتي لك. شكرا يا أم عبد الله. أختلف معك بنقطة أنه الثورة فشلت، لم تفشل، والدليل أنها لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة، وتواجه القمع الحكومي بصدور عارية وبسلمية، وأحرجت السلطة وأحزاب السلطة، وكذلك جعلت العالم ينظر إلى القضية العراقية بعد أن كانت قضية مهمشة. هذه النقطة الأولى. والنقطة الجوهرية اللي هي
الأرواح التي سقطت والدماء التي سالت في ساحات التظاهر تدفع المتظاهرين إلى الصمود والثبات والاستمرار حتى أخذ حق الناس اللي ضحت بأرواحها في سبيل هذا الوطن، وطبعا الخلاص للعراقيين جميعا بإسقاط هذا النظام. نعم نقدر أحيانا هناك فقدان للأمل لدى البعض، لكن الظروف الحالية ظروف استثنائية بالعراق، الوضع الصحي أجبر الساحات على أن يخف زخم التظاهرات، لكن ستعود. وكما قلنا اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين أعلنت عن مليونية الخلاص يوم 30/6 ودعت الجميع للمشاركة بها لإزاحة هذا النظام الفاسد. في الرسائل الواردة وفيما تبقى من وقت، رسالة من أحد المشاركين في البصرة يقول: نحن أهالي البصرة نطالب بالعفو عن المعتقلين من أهلنا السنة بسجون الميليشيات الإيرانية. في رسالة لدينا: مرحبا أخي محمد، ولو رسالتي طويلة بس أرجوك تقراها بالكامل. كل العالم يعرف أوضاع العراق، العراق بعد ما يرجع مثل قبل، وعراق موحد لأن كل اللي فيه ما يسمى بالعملية السياسية لا يهمهم العراق، وجميعهم موالين لإيران، سياسي السنة والشيعة، والشعب مغلوب على أمره لأن أصبحت إيران هي اللاعب الأساسي في العراق. نعود ونقول هذا الكلام أيضا نربطه بقضية فقدان الأمل لدى البعض. لا، الأمل إن شاء الله موجود، موجود بهذه الشباب اللي تستمر بالشوارع بالبرد والحر وبالاعتداءات المستمرة عليهم بالرصاص، يعني يواجهون قوة قمعية بالسلاح ويستمرون. إذن لا فقدان للأمل بهذه النقطة. في رسالة: السلام عليكم عمي، مرحبا عليكم. يا أما الشعب يطلع وينتفض انتفاضة حقيقية ويسقط هاي الحثالات أو يسكت. عمي الكلام ما يفيد بعد، يعني قنوات وبرامج وخبصة كلها تتكلم عن الفساد والسرقات والجوع والاعتقالات، إلى متى يعني؟ عمي الشعب أنت أطلع وكافي عاد بس كلام، مش حصلنا من الشكوى ومنه شكانة. طبعا الاستمرار بكشف الجرائم وبفضحها هي الوسيلة اللي تحقق النتائج إن شاء الله. مو مالنا نطلع نقول باقونا ونقعد بالبيت 50 سنة وننتظر الفرج، يعني هذا الكلام غير صحيح. رسالة: السلام عليكم، طالب مصطفى الكاظمي وجميع السياسيين بعدم تجاهل مطالب أهالي المعتقلين ويضعون أنفسهم مكاننا، هل سوف يرضى الكاظمي أو الحلبوسي أو صالح أن يتعذب ابنهم وابنه ويظلم وينكتب عليه تهم باطلة نتيجة التعذيب؟ في رسالة أخرى وأخيرة: مرحبا المتظاهرين الأبطال، لا تسكتون على هاي الحكومة الفاسدة، إن شاء الله صوتكم قوتكم تقتل هاي الحكومة الفاسدة، إن شاء الله مليونية الخلاص تخلصنا من هاي الحكومة. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.